بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بداية قبل اي حاجة، تحية كبيرة جدا لجمهور وفاق ستيف، وتحية كبيرة لوفاق ستيف. فريق لعب على قد امكانياته، فريق كان يستحق ان هو يكسب المباراة للامانة، لان احنا شفنا الطرف الثاني وهو النادي الاهلي بيلعب مباراة بطعم الدوري المصري. هي دي ماتشات الدوري المصري، الاهلي بيلعبها بالظبط، هي بالحرف الواحد، نفس القرف هو هو، نفس العتا هو هو، نفس كمية الاستهتار اللي كانت موجودة النهاردة في الشوط الاول بعد احراز الهدف، والشوط الثاني هم هو هو بالظبط نفس السيناريو. هو الاهلي في الدوري بيجيب هدف، بعد كده بنحس ان الماتش سهل، بنرجع بقى ورا نلبس التعادل، نلبس الهدف التاني، نحس على دمنا ان الماتش بدا يتسحب مننا، نيجي قايمين ونيجي يلا يا جماعه نهاجم، وعلى قد ما نقدر بنحاول نلم نفسنا. وده فيما يدل فبيدل على ان الاهلي معاه بطه صايه واقفه على الخط، وده عادي مفيش اي مشكله، احنا مقتنعين بكده، بس الراجل بيكسب وبيحقق نتائج فمضطرين ان احنا نتحمله. هي دي ملخص المباراة. والله بجد هو ده ملخص المباراة. هو ماتش من نوعية ماتشات الدوري المصري، غير ان فرقة وفاق ستيف الفرقة اللي لما شفت ان الاهلي سايب لها كورة وفي جمهور بره بيحرك الصخر، الفرقة ادت اداء كويس جدا، الفرقة كانت اقرب للمكسب، الفرقة قدمت كرة قدم على قد امكانيات اللعيبة، على قد امكانيات اللعيبة، وقد امكانيات وفاق ستيف هي العرضيات الكتير اللي كانت بتتلعب دي. هي دي العرضات الكتير اللي كانت بتتلعب، هو ده امكانياته فاق ستيف. وفاق ستيف لو ما تعرفوش هو عنده مشاكل ماليه كبيره جدا تمنعه ان هو يتعاقد مع لعيبه محترفين اجانب او يتعاقد مع لعيبه كلاس ايه، فحضرتك الفرق دي بتلعب بكلاس بي وكلاس سي وواصله دور اربعه وقدرت ان هي تحرج الاهلي النهارده وتقدم ماتش كويس جدا على الاهلي، وكانوا اقرب للفوز جوله هدف محمد شريف اللي جه في اللحظات الاخيره. والله بجد كانوا اقرب للفوز وكانوا يستحقوا الفوز، لان الاهلي بالمنظر اللي كان عليه الشوط الثاني ده لا ما يستحقش الفوز، لكن فرديات لعيبه الاهلي، فرديات لعيبه الاهلي، احمد عبد القادر بيتحرك تحرك عظيم ونزول عظيم جدا من بيرسي تاو بيديله بيجيب هدف اول، بيرسي تاو برده بيدي واحده لمحمد شريف بيسجل في نهايه المباراه. للامانه بيرسي تاو كان بيقدم عظمه، يعني بيرسي تاو قدم عظمه في الماتشين دول للامانه، يعني بيرسي تاو في الماتشين مان اوف ذا ماتش. انما كابتن حسين الشحات ما تعرفش، كابتن حسين وكابتن طاهر يعني الدنيا بالنسبه لهم كانت رايحه وجايه منين النهارده. حسين الشحات وطاهر محمد طاهر يخليك تقعد تحط مليار علامه استفهام، هي الناس ازاي بتلعب السي بجد. علي وديان قدم ماتش عظيم جدا، حمدي فتحي معلول برضه قدم ماتش كويس، ياسر ابراهيم قبل ما يتصاب، واصابه ياسر ابراهيم هي واحده من اسوأ الحاجات اللي حصلت للاهلي النهارده. احمد نبيل كوكا نزل مكان علي وديان اللي هو انا بدي فرص للي ما بيلعبوش، مع ان الناس كلها ما كانتش عايزه تشوف احد زي احمد نبيل، كنا عايزين نشوف مثلا كريم فؤاد اللي انت ممكن فعلا تحتاج له. يعني انت كنت ممكن تحتاج كريم فؤاد، وممكن تحتاج كريم فؤاد في الايام اللي جايه، ويا ريت يعني تحتاج كريم فؤاد الايام اللي جايه، بس عادي هو ده الاهلي. والله بجد هو ده الاهلي، ممكن يقدم لك سوق غير طبيعي وفي الاخر مش هتطلع خسران، وهو ده عزيزي سر استمرار موسيماني في الاهلي حتى الان، ان الفرقه رغم كميه الاستهتار، رغم كميه اللامبالاه اللي بتكون موجوده اغلب الوقت في الملعب، الا ان الفريق بيعرف ان هو يسجل اهداف وبيعرف ان هو يستغل الاندفاع اللي بيكون موجود عند المنافسين، والاندفاع ده كان موجود عند فرقه الصيف لانهم كانوا عايزين يامنوا الفوز بتاعهم بهدف ثالث. فكره الصعود دي انتهت تمام بعد الهدف اللي سجله احمد عبد القادر في اول 3 دقايق، غير ان هي كانت منتهيه اساسا من ماتش الذهاب للامانه. بس برضه هرجع تاني وثالث ورابع واقول لك فرقه فاقس ليه لعبت المباراه مميزه جدا جدا جدا. هدف احمد قندوسي الاول كان جميل جدا، الهدف الثاني بتاع رياض بن عياد كان اجمل، والهدف ده محمد الشناوي لا يتحمله. والله محمد الشناوي يتحمله، الكره عامله باند قبل ما تروح الشناوي، فالكره كانت مستحيله على الشناوي لان هي عملت باند قبل ما تروح له وقبل ما تروح لايده حرفيا، يعني الشناوي كان نازل الكره عملت باند وراحت. فرقه فاقس ليه قدمت مباراه تحترم على حسب امكانيات فاقس ليه، الاهلي قدم مباراه سيئه لكنه ما خسرهاش. الاهلي في النهائي ربنا يستر في المباراه النهائيه، لان بالمنظر الاهلي عليه بقى له فتره طويله ده الوضع مخيف، وربنا يستر وان شاء الله لعله خير. كنا بنقول ان بنسمع النشيد بتاع دوري الابطال بنتغير وكاننا ريال مدريد وفي دوري ابطال افريقيا في نشيد، وبنقول عادي تمشي، انما فكره ان انا اقدم ماتش سيء جدا في دوري ابطال افريقيا كمان لا، الموضوع بقى زياده على اللزوم، بس عادي طالما بنكسب بنعدي، عدي كتير عدي. اما فرقه فاق ستيف فالمره المليون تحيه كبيره ليها، وتحيه كبيره للجمهور اللي كان جاي وعارف كويس قوي ان الفرقه ما عندهاش فرص كبيره ان هي تصعد، بس كان جاي بيقدم كرنفال بيقدم احتفال، كان نفسه ان هو يسند الفريق بتاعه على قد ما يقدر، وقد كان فرقه فاق ستيف لولا المسانده الجماهيريه ما كانتش وصلت للمستوى اللي هي وصلت ليه اغلب المباراه، بجانب طبعا الدلع والستار بالنسبه لعيبه الاهلي. ده لا يقل من فاق ستيف حاجه، طبعا لا يقل من فاق ستيف حاجه، فرقه لعبت على قد امكانياتها. وهرجع تاني وتالت ورابع اقول لك الزمن هو الاكبر فاق ستيف ان هو يكون بلا اي خطوره قدام الاهلي في الماتش الاول، والماتش الثاني بيخش في جيم متاخر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو انا كمشجع اهلاوي طبيعي الماتش مش هيعجبني لان الاهلي كان بيقدم بيبي جوه الملعب، هطلع اتكلم لك على الماتش واقول لك الاهلي عمل ازاي. اما فرقه فاق ستيف فالمره المليون احترام كبير جدا ليها ولاعيبتها والجمهور.